دخلنا موسم العطلات، والعطلات يعني سياحة واختيار قضاء الإجازة للاستمتاع في بعض الوجهات للحصول على الراحة. قد تكون هذه السياحة مزعجة جداً لك ولمرافقيك، وهذا ما حدث في تركيا وبعض دول أوروبا نتيجة تعرض سياح عرب وخليجيين وأجانب لمضايقات. المضايقات تم نشر فيديوهات لها على وسائل التواصل الاجتماعي، ووجدت استياء واسع من الجمهور. المقاطع التي انتشرت تظهر فيها اعتداءات وسرقة وعنصرية ضد السياح العرب والخليجيين وغيرهم. لماذا يحدث ذلك؟ نناقش الموضوع في صباح العربية. احذر إن كنت تسير سائحا في شوارع لندن، فقد يكون خلفك لص يستعد لنشل حقيبة ظهرك. وفي العاصمة الفرنسية باريس قد تعلق في عملية سطو مسلح في وضح النهار. وقد يهاجمك حشد من المحتجين بمسدسات مائية أثناء تناولك وجبة غداء في أحد مطاعم برشلونة. والأخطر من ذلك كله ما يتعرض له السائح العربي في تركيا من حوادث اعتداء نابعة من العنصرية والكراهية ومحاولات قتل وضرب وإهانات حتى في المطار. لا أعرف إلى أين أتينا، لقد ركبت طائرة تركية وعندما هبطت وجدت هؤلاء الناس. يا ترى هل نحن الآن في بلدنا؟ أوه، هناك علم تركي وهو يرفرف الآن. أصبح السياح من مختلف دول العالم وتحديداً العرب ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي هدفاً لعمليات السلب والنهب والاعتداء في الكثير من الوجهات الأوروبية المفضلة لديهم، بدءاً من تركيا إلى إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا. هذا جزء من النموذج الرأسمالي. نحن نعاني من عواقب هذا النموذج لأننا لا نستطيع تحمل تكاليف المعيشة هنا، وذلك لأن السياح الذين يتمتعون بمستوى معيشة أعلى يأتون إلى هنا ويرفعون مستويات معيشتنا أيضاً. علينا أن نقول كفى، علينا أن نغير مسارنا، لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو. عندما بدأت السياحة في التزايد بشكل كبير بدأت تؤثر بشكل مباشر على الأحياء، وتم إنشاء تجديد كامل في هذه المدينة. لم يعد الناس قادرين على العيش في المدينة. تسجل الشرطة الأوروبية قرابة 5,700,000 حالة سطو وسرقة سنوياً، لكن قادة الاتحاد الأوروبي يتذرعون بأن الحرب في غزة وفي أوكرانيا والهجرة غير النظامية سبب في حوادث العنف والكراهية ضد السياح، بينما يعزو مواطنو تلك الدول الأمر لسياسة حكومات بلادهم الفاشلة وسوء إدارة الموارد السياحية. فقد أنفق الزائرون في إسبانيا وحدها العام الماضي نحو 120 مليار دولار، وفي فرنسا نحو 70 مليار دولار، في وقت تتفاقم فيه أزمات السكن والمياه النظيفة وفرص العمل. ومن الرياض ينضم إلينا الكاتب والمحلل الاقتصادي جهاد العبيد. صباح الخير أستاذ جهاد. صباح النور، أهلا وسهلا، تحية طيبة لك والسيدة الكريمة والأستاذ المشاهدين. شكرا. يعني السؤال الأول، إزعاج السياح الخليجيين، هل هناك استهداف للخليجيين أم أن الظروف والمشاكل الاجتماعية والسياسية في هذه الدول هي المشكلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي خلطة خليني أسميها، ربما يتعرض الخليجيون أكثر من غيرهم يعني لمثل هذه المشاكل. سبب بسيط، أن دائما السياح الخليجي يعني تظهر عليه يعني خلينا نقول الحالة المادية الميسورة خلينا نسميها، فدائما يعني يكون هو تحت المجهر، وما أخذ عنه فكرة دائما أنه في وضع مادي جيد، أموره تمام، لبسه يكون يعني ممتاز، السيارات دائما ما أخذ من السيارات الفارهة الموجودة في مناطق السياحية سيارات خليجية وغيره. من المعروف أنه هو الأكثر إنفاقا، يعني ليش هذا الاستهداف للخليجيين؟ باعتقادي أنه الخليجيين ينفقون 40% أكثر من السائح العادي، ليش إذا نستهدفهم إذا هو جايدة ينفق ويشتري؟ هو اللي مستهدف دائما لا يفكر بأنه هو الأكثر إنفاقا ولا يفكر بالمصلحة العامة، يفكر بمصلحته الشخصية. هو يستهدف أشياء شخصية موجودة عند السائح الخليجي، سواء كانت تتعلق بمقتنياته الشخصية أو غيرها. أيضا بموضوع الحنق،
أن يكون هناك حنق تجاه السواح بشكل عام، أنه هذول مثل ما تذكرتم بالتقرير أن هؤلاء هم اللي يرفعون المعيشة ويسببون ارتفاع في الأسعار وغيره. والأوروبا بشكل عام يعني دائما موسمها موسم يعني تقريبا خلينا نقول 10 أشهر بالسنة، فطبعا يكون تأثير السائح عليها بشكل أكبر. ولكن أستاذ جهاد، يعني السؤال الأهم، السياحة مهمة للسعوديين والخليجيين، ما هي البدائل اليوم؟ صراحة يعني بحكم وجود وضع يعني اقتصادي سيء، انخفاض الأمن حقيقة في أوروبا بشكل عام، أنا أفضل حقيقة مناطقنا إحنا ومنطقتنا على الأقل في الوقت الحالي حتى تنقشع هذه الأزمة، مثل ما تفضلت في الأزمة في أوكرانيا سببت مشاكل في أوروبا، أيضا حتى في تركيا وغيرها في موضوع اللاجئين السوريين وموضوع غزة وغيره والحنق دائما اللي والبروباغندا اللي تجي على الخليجيين بشكل خاص في مواضيع أو قضايا مثل هذه. لذلك أنا أفضل دائما السياحة، يعني إحنا عندنا وجهات سياحية الخليج بشكل عام، خلينا نتكلم عن المملكة العربية السعودية. الآن في وجهات سياحية جديدة في المملكة العربية السعودية بدأت تفتتح، شاهدنا البحر الأحمر، شاهدنا جنوب المملكة العربية السعودية، في مناطق بدأت تفتتح، بدأت تعمل، بدأت فعلا تكون وجهة سياحية مفضلة لأهالي المنطقة. بالإضافة إلى أمر آخر مهم جدا وهو مناسبتها لكياننا وعاداتنا وتقاليدنا، إحنا أصبحنا ما نشاهد في الشوارع الأوروبية وغيرها أصبحت أمور حتى لا تناسبنا كعوائل صحيح. كعرب كمسلمين وغيره، فأصبحت مناطقنا الآن هي الوجهة المفضلة، ويوجد عندنا أكثر من منطقة حقيقة تستحق الزيارة وتستحق الاستكشاف. إذن انضم إلينا من الرياض الكاتب والمحلل الاقتصادي جهاد العبيد، شكرا جزيلا لهذه المعلومات.